على كل حال خلينا نروح لانطلاق، وكان ده من يومين تحديدا البطوله الافريقيه للاثقال، وبتستضيفها مصر زي ما احنا عارفين، واحده برضو من سلسله يعني البطولات خليني اقول الناجحه جدا اللي بتستضيفها مصر بصراحه في الفتره الاخيره. خلينا نتابع بالظبط ايه اللي حصل في البطوله دي من خلال التقرير ونرجع نكمل. طبعا بطوله مركبه كبيره سواء عربيه او افريقيه للشباب والكبار والناشئين، بنتمنى كل التوفيق، وبنرحب بمعالي رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اللي ساعد كتير جدا في تطوير هذه الرياضة، وأيضا اللي ساعدنا الحقيقة أن احنا نخرج من فترة الإيقاف بشكل قانوني وبشكل مستند، لكن كان في مساندة كبيرة جدا، وكل الشكر والتقدير. والله أنا مفتخر بتنظيم هاي البطولة في جمهورية مصر العربية، وأتمنى لكم التوفيق لتنظيم هذه البطولة والمحفل الرائع. انه بطولة الرياضة رفع الاثقال هي رياضة عريقة في مصر، وشفتوا انت البرزنتيشن والعرض اللي كان موجود، الماضي مع الحاضر مع المستقبل، رياضة رفع الاثقال ولادة في مصر، اتمنى تبقى رياضة رفع الاثقال في كل اولمبياد حافلة بوسام من الاوسمة، واني كل ثقة من سارة سمير حتكون رقم صعب بالاولمبياد القادم في باريس. كذلك عندنا بعض اللاعبين كحله وهذا حيكونون ونعمه حيكونون منافسين اقوياء في الترشيح والمنافسه على الوسام الاوسمه في الاولمبياد. طبعا النهارده حدث كبير جدا بالنسبه لنا في مصر، وثقه غاليه من رئيس الاتحاد الافريقي من رئيس الاتحاد العربي ان هم يدونا ثلاث بطولات دفعه واحده. الحقيقه بيتعاملوا مع بعض تنظيم طبعا ليهم يعني شاق جدا، وترتيبهم وتخطيط ليهم واخد جهد كبير يعني، فدي ثقة احنا بنعتز بيها الحقيقة. كل الاهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، وكل الدعم المقدم من سيادته ومن الوزارة، وكل الدعم الفني من اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب. الحقيقة يعني الحمد لله مفيش حاجة ناقصانا ومفيش حاجة محتاجينها، كل الدعم مع الوزير كونه يجي النهاردة ويشاركنا هذا الحدث. طبعا موجود رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس الاتحاد العربي، سكرتير عام الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الدولي، فطبعا ده بيرفع من شأننا قدام الناس دي طبعا بشكل قوي جدا، وده بيسعدني وبيخليني اشعر بقوه تجاه المجموعه. طبعا الحمد لله، يمكن بس اتكلم عن البطوله هي خمس بطولات، بطوله عربيه 17 تحت 17 سنه وتحت 20 سنه وكبار، بطوله افريقيه تحت 17 و20 سنه. اكبر حشد حصل في تاريخ البطولات القاريه والاقليميه، 26 دوله عربيه وافريقيه موجودين هنا اهوت. الحمد لله، يمكن يعني سبحان الله، يمكن ربنا قدر في الوقت ده بالذات عشان الناس كلها تعرف مكانه مصر. كل الدول العربيه موجوده هنا اهوت، كل الدول الافريقيه موجوده. زي ما بقول لحضرتك، اول مره يبقى موجود فيها بطوله قاريه وبطوله اقليميه فيها رئيس الاتحاد الدولي، فيها سكرتير عام الاتحاد الدولي، فيها رئيس الاتحاد الاوروبي، رئيس اتحاد البحر المتوسط، رئيس الاتحاد الاسيوي. اليوم نحن موجودين في استاد القاهره من اجل تنظيم بطولات العربيه لرفع الاثقال للشباب الناشئين والكبار، والبطوله الافريقيه للشباب والناشئين، وكاس الانديه الافريقيه لرفع الاثقال. فطبعا هو عرس افريقي عربي على ارض القاهره الحبيبه. فطبعا يشهد اليوم، شاهدنا حفل الافتتاح مميز، كلمات معالي الوزير أشرف صبحي وباقي رئيس الاتحاد الدولي الأستاذ محمد جلود وباقي الزملاء، كل التحية والتقدير للاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة الأستاذ محمد عبد المقصود وكل الزملاء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. واليوم شاهدناها يعني، الآن عندنا بداية المنافسات اليوم، فإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل اللاعبين واللاعبات على المستوى العربي والأفريقي إن شاء الله.